حضراتكم بتشوفوا في حاجات كتيرة جدا بتحصل، مش في مصر بس بالمناسبة، مش في مصر بس، هناك أنباء. وأنا داخل من شوية هناك أنباء عن تأجيل مباراة في الدوري الأسباني. مباراة مين بقى؟ مباراة مين؟ ريال مدريد وبرشلونة، كلاسيكو الأرض زي ما بيقولوا. مين اللي هيأجلها؟ الأمن الأسباني. كان هناك بعض الاتفاقات وكان هناك بعض الاقتراحات ان المباراه تتنقل بدل ما بتلعب في الكامب نو في برشلونه اللي هي في كاتالونيا، يعني لان هناك بعض الاحتجاجات هناك، فبالتالي كان المباراه من الممكن ان يتم نقلها الى سانتياغو برنابيو، ولكن رفضت الناديين، رفضوا سواء نادي ريال مدريد او نادي برشلونه، وبالتالي من الممكن ان يتم تاجيل المباراه، وده العالم كله بيتابع هذه المباراه. فدائما النادي الاهلي نادي الوطنية، والكلام اللي احنا بنقوله ده احنا كلام مش عارف اقولها ازاي، ولكن احنا كلام عارفينه وحافظينه وطول عمرنا جوانا، والنادي الاهلي بيزرعه لكل اعضائه وكل لاعبيه ولكل جماهيره، ان احنا حتى لو كان الموضوع ضد مصلحة النادي الاهلي، حتى لو كانت الفرق كلها مرعوبة من النادي الاهلي، حتى لو كانت الفرق كلها حاسه ان لا انا مش عايز العب الاهلي دلوقتي، انا خاف العب الاهلي دلوقتي، انا عندي مشاكل، انا فرقتي وحشه، انا فرقتي فيها مشاكل، كل ده ماشي ما يخصنيش، ولكن النادي الاهلي حتى لو كان في مصلحته لكن دائما ينظر الى المصلحه العامه. اللي مرعوب او اللي خايف، اللي خايف هنقول ايه؟ خايف خلاص. واضحة جدا يا جماعة، ويعني واضحة على كثير من الأندية، واضحة وصريحة، الكل خايف أن يواجه النادي الأهلي، الكل مرعوب أن يواجه النادي الأهلي. على فكرة هي مباراة كرة قدم تقبل دائما إيه؟ المكسب أيوه، والهزيمة والتعادل، زي ما متعود مع حضراتكم إن احنا نتكلم في هذا الشكل. النادي الأهلي هو الأفضل فنيا منذ 6 لقاءات، وحتى الآن مش كلامي، كلام كل المحللين المصريين وكلامي طبعا. فالنادي الأهلي الأفضل في كل شيء، النادي الأهلي الأحسن في كل شيء، ولكن هرجع أقول مرة تانية وأنا آسف أن أنا بكرر هذا الكلام، ولكن كرة القدم فيها 3 نتائج، المكسب والتعادل والخسارة. محدش عارف كان المباراة ممكن يحصل فيها إيه، محدش عارف إيه اللي كان ممكن يحصل. فالأمن قرر أن يتم تأجيل المباراة، تعظيم سلام، ما عندناش مشكلة على فكرة. وجمهور الأهلي اللي متضايق، وأنا مقدر طبعا الضيقة اللي عند الجمهور، ولكنها يا جماعة بجد أنا عايز حضراتكم بس تفكروا وتشوفوا كمية الرعب اللي على الفرق. يعني خلينا نفكر كده بس واحدة واحدة، على الرغم من دايما انا بقول ان كره القدم فيها كل شيء، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل، خصوصا المباريات الكبيره ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل فيها، لكن مدى الرعب ومدى الخوف ومدى الخوف من الهزيمه وكميه الفرح اللي في عيون الاخرين ان المباراه اتاجلت، على الرغم من ان ده قرار امني بحت. كلنا بنحترمه، ومحدش يقدر فينا يتكلم في الموضوع ده، لان انا دايما لما بقول لحضراتكم بقول لكم ايه؟ بقول لحضراتكم ايه؟ ان يا جماعه احنا عندنا، انا شايف حاجات، انا شايف ان ما تامن الماتش يا عم، ده ماتش سهل وبتاع، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجات احنا ما بنشوفهاش كمشاهدين عاديين. الحاجات دي محدش يعرف يشوفها غير جهات معينه او اجهزه الامنيه. وبالتالي افتخروا ان اللي بيحصل ده الناس كلها ركبت الموجة، واللي عامل بطل واللي عامل مش عارف ايه واللي عامل كذا وكذا وكذا، كل الكلام ده مفيش مشكلة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، انا يعني انا ما عنديش اعتراض بالمناسبة، ولكن انا بأخاطب جمهور النادي الاهلي. لكن من قبل حتى ان يتم اتخاذ هذا القرار، الركب بتخبط في بعض، بتخبط. انا كنت ببقى قاعد في مكان بسمع من لا يشجع الاهلي
بس بسمعهم ركابهم بتخبط في بعض. والله لا بجد يا جماعه، في ناس من اللي ما بتشجعش النادي الاهلي كانت بتقعد معايا وبتتكلم بمنتهى مش عارف ايه. فبعد المباراه